موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة، كما يشارك في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عملية حفظ سلامة تابعة للأمم المتحدة. وستشهد زيارة الرئيس نشاطا مكثفا، حيث سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، وكذا قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية روسية في دير الزور، وأضاف البنتاغون في بيان له أن الروس كانوا على علم مسبق بأن عناصر قوات سوريا الديمقراطية يعملون مع مستشار التحالف في المنطقة المستهدفة. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه مستعد للتدخل عسكريا إذا أدى الاستفتاء المقرر في إقليم كردستان العراق إلى وقوع أعمال عنف. وفي مقابلة مع أسوشيتد بريس وصف العبادي التصويت بالتصعيد الخطير الذي يعتبر انتهاكا لسيادة العراق. أعربت الشرطة الفرنسية عن قلقها من دعوة ثلاثة إرهابيين في الآونة الأخيرة إلى إخراج قطارات عن مساراتها في إطار اعتداءاتهم في أوروبا. وقالت الإدارة العامة للشرطة الفرنسية في مذكرة أنه يجب أن يكون هناك اهتمام خاص على تداول أي معلومات تتصل بعملية تسلل أو محاولة تخريب في مناطق عمل القطارات. أعرب مسؤول بحلف شمال الأطلسي ناتو عن قلقه بشأن مناورات زبادة 2017 العسكرية واسعة النطاق المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا. وأبلغ الجنرال بيتر بافل رئيس اللجنة العسكرية للناتو بأن حلف الأطلسي سيزيد من جهوده لتشكيل تواصل عسكري مع روسيا، وذلك لتفادي أي تداعيات غير مقصودة للحوادث المحتملة خلال المناورات. نهاية موجز الأنباء، مستمرون معكم على رأس كل ساعة، إلى ملتقى.